وسهلا فيكم أعزائنا المشاهدين من وين ما كنتوا عم بتتابعونا في حلقة جديدة مميزة من برنامج المواجهة بعد انقطاع مع الضيف الأكثر من رائع الأستاذ موسى مصطفى. يسعد مساك. يسعد مساك، مساء الخير لإلك، مساء الخير لجمهورنا اللي عم بتابعنا من خلال قناة كراميش. كيف الحال أستاذ موسى؟ تمام الحمد لله. طمنا عنك. خير الحمد لله، الله يسعدك. ليش اجيت اليوم؟ شو اللي علقك في هالعلقة؟ والله حاب يعني نتواصل مع الجمهور، مش عشانك يعني. مش جاي محبة فيي. لا لا ابدا. بداية يعني قبل ما ندخل بالمواضيع بدي اعرف رأيك في برنامج المواجهة بكل صراحة يعني. والله صباح، يعني انت عارف انه انا عندي ملاحظات كتير على برنامج المواجهة. في بعض الاشياء الاصل انه ما تكون على برنامج المواجهة، يعني مرات تحس انه في بعض الاشياء لها خصوصية، ومش كل شيء انت بتعرفه ممكن تطرحه، مش اي سؤال انت بخطر على بالك انت ممكن تطرحه بشكل عام. فمشان هيك انه لازم اي برنامج حتى لو كان هو جريء مواجهة كذا يكون له الى حد ما حدود. نعم، عرفت كيف؟ فلازم نحافظ دائما المذيع الناجح، انت يعني انا بتفائل فيك يعني انه للمستقبل ان شاء الله تكون مذيع على قدر يعني يعني على قدر من المعرفة والثقة بنفسك وإلى آخره، وعلى قدر من الاحترام كمان للآخرين. لأنه أنا إذا شفت والله عبد القادر صباهي مش محترم هذا الضيف ومش محترم هذا الضيف، فأنا ممكن أعتذر. مزبوط. هاي بدايتك كلها عشان أخف في الحلقة ولا؟ لا لا أبدا. أنت عادي جاهز اليوم طبعا. الأستاذ موسى في البداية حكى لي أنه هو جاهز لأي إشي، وأنت ما بدي احكي شغله للجمهور. كثير اجتني اسئله انه خف على الاستاذ موسى، وقبل الحلقه بشوي زي ما كنت شوي شوي يعني، بس معلومه حاب احكيها. يعني انا مضطر اكون اليوم اهدى لسببين. اول سبب انه الاستاذ موسى مصطفى هو يعني استاذي في النشيد، هو من ادخلني على قناه كرميش، كان له فضل علي بالبدايه، فهي انا راح تخفف شوي الوطاه. والشغله الثانيه نفاق يعني شوي. الله يسامحك. المهم بدنا نبلش امورنا لليوم. بدايه بحب ابلش في موضوع يعني ترحيبية، موضوع الكل بيسأل فيه، انتقالك من مجال الكبار لمجال الأطفال. نعم. يعني كنا نشوفك في الألبومات أيام زمان مخصصة للكبار، جديد أو مش جديد من 8 سنين تقريبا نحكي اتجهت للأطفال، شو السبب؟ نعم. أنا ما اتجهت اتجاه كلي للأطفال. الأطفال مساحة واسعة، ما كثير من المنشدين ما استطاعوا أنه يدخلوا هاي المساحة. هاي المساحة بتحتاج إلى فهم هذا العالم، عالم يحتاج إلى تفهم أنه آماله طموحاته كثير معقد. مثل ما قلت لك كثير من المنشدين ما استطاعوا، حبيت أنه أدخل ويكون إلي بصمة في هذا العالم. وزي ما دائما بقول أطفال إحنا ربيوا معنا، غنوا معنا عمري ما بعيدة، الله ما يحب، الله ما بيحب الكذاب. الآن عم نشوفهم كبار عم بيحضروا حفلاتنا ونحن كبار. فأنا ما تركت العالم الغناء للكبار، لكن أضفت له الغناء للأطفال. أين تجد موسى مصطفى؟ يعني أبدع في أي مجال أكثر؟ التنين. التنين؟ التنين طبعا. في ثقة كبيرة؟ لا، لأنه هذا عالم وهذا عالم. يعني أنا إذا يعني أنا بشعر أنه أنا بدأت في عالم الكبار، لكن عالم الأطفال لو أنه أنا دخلته من دون إبداع، من دون ما أنه أشوف ردة الفعل من الناس أنه أنت عم تقدم شيء حلو، كان فشلت وتراجعت وخلص. لكن الحمد لله يعني كل الأناشيد اللي عم نطرحها يعني على قناة كراميش الفضائية عم تتكرر على مسامع. الآن مثلا وأنا جاي على القناة، عمو كراميش الله ما بحب الكذاب عمري ما بعيدة. نعم. عرفت كيف؟ يعني هذا أثر كثير حلو بالنسبة لك. طيب طبعا نذكر أعزائنا المشاهدين، أي شخص بقدر يرن علينا الحلقة اليوم، أي شخص عنده أي انتقاد أي ملاحظة أي سؤال جدي يرن علينا. الاتصالات الاعتيادية ما بدنا إياها، الترحيبية فقط. بداية معنا أول اتصال، عبد الله من الجزائر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال عبد الله؟ الحمد لله. عبد الله شو مشاركتك معنا؟ عبد الله؟ ألو. شو مشاركتك يا عبد الله؟ بدي أحكي يا عمو مصطفى إذا سمحت. مساء الخير عبد الله. كيفك عمو؟ والله تمام يا عمو، كيفك أنت؟ لا بأس. الله يسلمك يا رب. تفضل يا عبد الله. قول يا عبد الله. أنا معك عمو. عفوا. طيب يبدو أنه انقطع الاتصال.
معنا اتصال ثاني سحر من العراق. السلام عليكم يا سحر. ما ممكن تعلي الصوت؟ سحر عم تسمعيني؟ الو ايوه يا سحر عم تسمعينا؟ سحر؟ نعم نعم تفضلي عم نسمعك، شو مشاركتك؟ كيف امبراطوري موسى؟ والله تمام الحمد لله، كيفك انت يا سحر؟ سحر لازم تسمعينا من التليفون، توطي التلفزيون تسمعينا من التليفون عشان ما يكون في ديلي بيننا وبينك تأخير. سؤالي لك. تفضلي. بسألك ليش ما عملت إنشودة للعراق للآن؟ والله إن شاء الله. نحن عادة الأناشيد اللي بنسويها يعني إحنا بدنا نزور مثلا اليمن، كنا نسوي إنشودة لليمن، نزور عمان، هيك الأمور بتتم. لكن العراق أكيد في الحسبان، وأكيد نحن يعني العراق بالنسبة لنا يعني شيء كبير، وهي موجودة في الخطة تبعتنا إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله. عمو طيب بدنا نشكرك يا سحر على اتصالك. بدنا نطلع على فاصل صغير ونرجع لنكمل مع حبايبنا. فاصل صغير ونرجع لكم، خليكم معنا. رجعنا لكم حبايبنا مع الضيف الأكثر من رائع الأستاذ موسى مصطفى. بدنا نبلش شوية بالمواضيع اللي عنا. بداية وش خلصنا؟ بداية أنا معلق على كلمة بداية اليوم. أولادك شو أخبارهم؟ والله تمام الحمد لله. أنت عندك عبد الرحمن وزيد زيد وعمر. وعمر في سؤال كثير شفته من الجمهور، ليش ما شفناهم على في الساحة بالوسط الفني؟ لأكثر من سبب. يعني أول شيء بجوز أصواتهم مش كتير، مع أنه في واحد يعني عمر بجوز صوته أحلى الآن. عبود الآن عم بشوفه عندها، بس أنا بصراحة مش حابب يدخلوا هذا المجال. ليش؟ يعني بجوز المجالات الأخرى بالنسبة لإلي تكون يعني أكتر، خلينا أقول يعني هم بتحسهم أنه متجهين اتجاه العملي أكتر من اتجاه الفني والفنون بشكل عام. يعني فعبد الرحمن مثلا بحب كرة القدم بشكل فظيع، زيد كمان عنده اهتمامات مثلا، يعني بجوز يكون عنده اهتمامات فنية بس مش بالفن هذا، ممكن بالرسم أو كذا هيك، لكن عنده اهتمام أكاديمي زيد الرياضيات العلوم بحبهم. يعني لو حبوا أنهم يدخلوا للمجال ما حمنعهم، لكن أنا مش كتير مشجعهم على الموضوع. طبعا أنتوا مؤخرا انتقلتوا للسويد. نعم. شو سبب الهجرة للسويد؟ يعني هي كمان أسباب كثيرة. من هاي الأسباب إنه أنا لازم في عندي هناك خطة وهدف، منها إكمال الدراسة، منها تكوين يعني مستقبل للعائلة بشكل أفضل. يعني طيب النجم أو الإمبراطور موسى مصطفى يختلف عن نجوم كراميش في شغلة، إحنا كلنا محكومين في داخل القناة، النجم موسى مصطفى بيقدم أشياء خارج القناة، قدم شغلات سياسية من القناة لا ما بتدخل بيك أشياء. السؤال اللي عندي، أنت قدمت تقريبا للأناشيد لمصر لسوريا العراق، ليش ما قدمت لها إشي؟ يعني هي كانت لأنه يعني أنا بوجهة نظري إنه في 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 شيء ملح وفي شيء أكثر إلحاحا يعني. بعدين مرات لما تشعر إنه يعني خاصة في القضايا، في قضايا الوطن العربي، مرات بتحس أبيض أسود، فأنت لازم توقف مع الحق ضد الظلم. مرات بتحس إنه في العراق في شوي التباسات موجودة في القضية العراقية، فأنت بصير صعب توقف مع جهة ضد أخرى. يعني في 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 شوي يعني مغمغم الأمور في العراق، لكن هذا لا يمنع تماماً إنه إحنا نقدم شيء للعراق، للعراقيين، بعيداً عن كل الأمور السياسية الموجودة في العراق. كلمة توجهها لبلدك سوريا. سوريا هي الجرح النازف في صدر كل سوري طبعا وفي صدري، وبسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك فرج في القريب العاجل بإذن الله.
سؤال عن سوريا، لماذا تأخرت في تقديم أغنية لسوريا؟ يعني هل السبب أنه زي ما نحكي نحفظ خط الرجعة، بما أنه إحنا كان لنا زيارات لسوريا وحفلات وإقامة حفلات، النجم مصطفى تأخر شوي بداية الثورة لنزل الأنشودة، شو السبب؟ لا، أنت قد تكون مخطئ في هذا الأمر. أنا تقريبا من بدايات الثورة، حتى لما كنت يعني أول أنشودة نزلتها لما يتحدانا الظلم لازم نقوم ونتحدى. هاي نزلت بعد كم من الثورة؟ هاي تقريبا كانت في بدايات الثورة، وما كانت الثورة قائمة في كل نواحي سوريا، كانت فقط في درعا، وأنا كنت في طيارة وكنت فوق سوريا وكتبت هذه الكلمات، وكانت في بدايات الثورة، وكتبت لما يتحدانا الظلم لازم نقوم نتحدى. ممكن نسمع منها إشي؟ لما يتحدانا الظلم لازم نقوم ونتحدى، ونكسر هالصمت اللي فينا وكرامتنا شو بيرد، بيكفي قهر بيكفي ذل، هالظالم لازم يفل، حريتنا رح بتضل تبني في العدالة مجدا، لما يتحدانا الظلم لازم نقوم ونتحدى. ما شاء الله صوت أكثر من رائع. طب ناخذ اتصال معنا. يا نحكي له. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. مين معنا؟ ريتا الحفاوي. تفضلي ريتا، شو هو مشاركتك معنا؟ كيف حالك؟ الحمد لله تمام، تفضلي. أكلم من سوريا. تفضلي. يا حي الله ريتا. شو أخبارك؟ والله تمام الحمد لله، كيفك أنت؟ يسعد مساك. الله يمسيكي بأنوار النبي يا رب. كثير. الله يخليكي يا رب. والله على الشاطئ الجهوري. الله يسلمك، كلك ذوق والله. بدي احكي لعبود، كن وفيا في التعامل مع احبابك وقت المواجهه، احفظ لهم اسرارهم واحاديثهم الخاصه، لا تتكلم بما يثير النفوس ويزعجها. تمام. سامعني عبود؟ ايوه سامع. تمام، هو سامعك. طيب طبعا هاي الملاحظات بلغت من الحذر والاهتمام، دلت لسان اشد من سله قدم، واحذر جمهور الامبراطور. عم تحكي معي؟ نعم نعم ريتا. لا تهتم بكلامه، تمام؟ لا تبرر له اي شيء. لا لا ان شاء الله، وخلينا نغني له عادي جدا. عادي جدا. طيب بدنا نشكرك، نشكر اتصالك ريتا، كلهم يعني حنونين. ناخذ اتصال ثاني. نحكي له. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب بدنا نكمل عن موضوع الغناء عن السياسه وهيك، شو السبب إنه لما الشخص يغني لسياسة؟ هل إنه تجي شهرة أكثر ويعني؟ لا، القضية مش قضية شهرة، القضية قضية الإنسان لازم، أو الفنان الإنسان خلينا نقول، لازم يكون فنان شامل، يتكلم عن كل نواحي الحياة. بالتأكيد إنه لازم يترك مسافات بينه وبين الآخرين، إنه ما يعني ما خلينا نقول يخلق مشاكل، لكن لابد إنه للفنان يكون في رأي، لازم يعطي رأيه في قضية معينة، لأنه هو إنسان بالنتيجة مثل أي إنسان، عنده مشاعر وإلى آخره. لكن في قضايا ممكن ما يدخل فيها كثير يعني، لكن قضايا العدل، القضايا اللي فيها حق، القضايا اللي مرات يحسب للفنان إما أن يكون مع هؤلاء أو مع هؤلاء، لازم يعطي كلمته في هذا. بوجهة نظري، مع حرصي الكبير، أنه يعني مو كثير أتوغل في هذا الموضوع. قدمت أوبريت رابعة العدوية. نعم. كانت شارة؟ كيف كان؟ والله كانت رائعة جدا، مشاركة أنا يعني بعتز فيها. هي فكرة شارة رابعة العدوية، هي مش الفكرة يعني تهتم بفصيل معين، ولكن هي إشارة ضد الظلم اللي وقع على أهلنا في مصر. فهي يعني جاءت مشاركتي أو مشاركة المجموعة هاي الفنانين اللي من كل العالم تقريبا، هي ليس فقط لنصير فريق معين، ولكن لنصرة فكرة. نعم. هي كانت هاي المشاركة. يعني أنت ذكرت أنه كان في عديد من المنشدين في هذا البريد. نعم. سؤالي لك بكل صراحة. نعم. أنا سمعت أنه الأستاذ موسى مصطفى اشترط في هذا البريد أنه يكون أول من يغني في بين المنشدين. أبدا يعني هو القائم على الأوبريت هذا كان حامد موسى، وحامد موسى هو كان أنا إلي بيت في الداخل، فزاد كانت أول الفقرة بتقدمها ميس شلاش وظل بيت فارغ، فكان عنده خيارات من أنه ممكن من المنشدين يقدم هذا الخيار، فقال لي موسى أنت أنسب شخص
ممكن يقدم هذا كشكل عام. اي شيء بيجمع عديد المنشدين ما بتطلب منك تترأس او ابدا ابدا ابدا. طيب بدي اضل بمجال الحفلات، هو كان الاوبريت ضمن حفله؟ هو كان حفل نعم وضمنه الاوبريت. طيب بدنا نحكي بصراحه، هل الحفل يعني انت كنجم، هل الحفلات هي يعني من ناحيه ماديه المصدر اللي بيعيش النجم؟ مش شرط، مش شرط دائما، لانه في كتير من الحفلات نحن بنطلعها فقط دعما للفكرة اللي احنا بنكون فيها، يعني سواء في قضية فلسطين، سواء دعم اللاجئين بشكل عام، يعني السوريين، الفلسطينيين، العراقيين. كثير من الحفلات قدمناها هي كانت ريعها للجهة اللي قائمة، يعني ما قضينا عليها. تظهر في الحفلات التي تقام بالمجان في بعض الحفلات؟ طبعا طبعا، خاصة إذا كانت هاي الحفلات هي يعني قائمة عليها مؤسسة خيرية وتدعم فكرة معينة. طيب سؤالي ايضا لك، ما انك غنيت اكثر من اغنيه سياسيه، هل بتواجهك في احدى الدول مشاكل امنيه بسبب هذه الاغاني؟ شوف احكي، لا الحمد لله، يعني انا ما عندي اي مشاكل سياسيه مع اي طرف، لكن مثل ما حكيت لك انا يعني لا انصر فصيل على فصيل، انا اتكلم عن فكره. ما احد في الدنيا بيحكي انه فكره الحق هي فكره، يعني مثلا يعني لو اجى واحد يتكلم معي انت ليش عملت كذا، في ناس صار معهم كذا، في ناس انقتلوا، انا عم بنصر هدول الناس، ما عم بنصر فصيل معين. انا يعني شوف انا اغني للانسان، لا انتمي لاي حزب، لا انتمي الى اي مجموعه، انا انتمي الى الانسان، اغني للانسان. لما اشوف هناك كرامه الانسان مهدوره بغني لها فقط. هل في شيء قريب للعراق ممكن أن يقدم؟ بإذن الله بإذن الله، الآن عم ننسق في قناة كرميش إنه يكون هناك في أشياء للعراق. طيب بما أنك ذكرت كرميش، عندي كم سؤال في داخل كرميش. الكل بيعرف أنك كنت في يوم من الأيام مدير للبرامج في قناة كرميش. نعم. تركت إدارة البرامج إلى الآن، أنت تاركها يعني لك تقريبا نحكي سنتين؟ تقريبا سنتين أو ثلاث تقريبا. تقييمك للقناة قبل وبعد يعني تركك شوف التقييم بشكل عام اللي بيقيم هون جمهور يعني. نعم. انا رايي الشخصي يعني رايي الشخصي ما يعني قد يكون يعني عندي ملاحظات كثيره الان على قناه كرميش وما تقدم قناه كرميش، لكن الجهد اللي انا اللي عم بنبذل بقناه كرميش اكيد ما يعني بقلل منه او يعني بتجاهله، بالعكس يعني جهد مشكور، لكن الاصل بعد الاصل انه بعد هذا العمر من الظهور على القنوات على الفضاء، يعني بالفضاء يكون هناك في محطات، الأصل إنه أو الآن تكون في أشياء إنه ما نحكي فيها أصلاً، إنه القضية الفلانية هاي تجاوزناها من زمان، القضية الفلانية تجاوزناها من زمان، الأصل إنه الآن إحنا في عالم آخر عم نغرد. مرات بتفاجأ إنه يعني قد نكون تراجعنا قليلاً في بعض الأشياء. نعم. في بعض الأشياء الحمد لله يعني الأمور عم تتطور. أكيد ما في قناة بالعالم يعني أو ما في عمل إنساني في العالم هو خالي من الأخطاء يعني. نعم. لكن إن شاء الله يعني الأمور. سؤال من الجمهور، كانتمائك لقناة كرميش، إذا طلب منك يعني إذا جاك عرض أحسن، هل يمكن أنك تترك القناة لسبب مادي؟ يعني هو انعرض بصراحة. نعم. علي عروض كتير بهذا يعني غالي، إذا كان العرض من قناة أطفال أخرى وأنا متواجد في قناة كرميش أكيد ما حيكون هذا السبب يعني أنه يخليني أنه أنا أترك القناة كرميش عشان أروح، يعني هو السبب المادي. وكثير من الناس كانوا يعني لما في صارت بعض الإشكاليات أيام خروجي من قناة كرميش كانوا يلقوا بالموضوع أنه القضية مادية، أبدا ما كانت قضية مادية، هي قضية خلافات في الآراء كانت. طيب سؤال إجاني طبعاً، الإعداد اليوم مش بس مني، الإعداد شارك فيه أكثر من شخص. في سؤال، نجم موسى مصطفى في بداية القناة إلى ما ترك إدارة برامجها كان نحكي بإيده القرار أو السلطة الأعلى في إضافة أي نجم في القناة أو رفض أي نجم، شو المعيار اللي كنت تمشي عليه في قبول أو رفض؟ هو مش تماماً كان هيك، كان في لجنة في قناة كرميش هي تقرر. تمام. لكن كان لكل شخص، يعني أنا كان لي رأي معتبر في قناة كرميش، أستاذ وسيم كان له رأي معتبر في قناة كرميش، مجاهد هشام كان له رأي معتبر في قناة كرميش، فكان اللجنة هي تقرر، يعني أنا أعطي رأيي في هذا الشخص، وسيم يعطي رأيه في هذا الشخص، ومجاهد لحد ما نكون فكرة أنه هذا ممكن يطلع منه إشي، عنده كاريزما، يعني هاي الأشياء اللي إحنا بنطلبها، لازم يكون عنده صوت، لازم يكون عنده كاريزما، لازم يكون السن، لأنه أنا الآن لما بدأ أبلش مع فنان جديد صغير مثلا
لازم انا استغل العمر، لانه اذا انا اخذته مثلا عمره 12 سنه او طفله يعني نعم. بعد سنتين حتوقف بالزبط. فما حستفيد منها كثير. ففي مجموعه من المعايير من هاي اهمها يعني اللي كنا طيب في راح ننتقل لموضوع اخر، المفارقات بين النجوم الاطفال بالقناه نعم. والنجوم الكبار. النجوم الكبار يعني نحكي كموسى مصطفى نجم عريق قبل الفن، يعني من الصف الخامس كنت تنشد نعم ممكن ابكر من هيك. حديثا لما تنزل أغنية لأي للنجم موسى مصطفى ولأي طفلة صغيرة المشاهدات تكون على اليوتيوب فارقة نعم. تكون النجم الصغير الطفلة بيجيب مشاهدات أعلى بكثير من ما عم بتقدمه. شو طبيعي السبب؟ طبيعي. شوف الآن يعني هلأ الفرق بين التنين، الآن أنت نزل لو نزلت أي أنشودة لأي طفل يعني لأي بأي قناة حتى فضائية بتشوف عليها مشاهدات كثيرة، لأنه مين اللي هم اللي عم بيشوفوا اليوتيوب مثلا، انت عم تحكي على اليوتيوب مش نعم. مشاهدات اليوتيوب، مين هم عم بيشوفوا اليوتيوب؟ هم النساء والاطفال اللي عم بيشوفوا اليوتيوب. هلا النساء غالبيه النساء المتزوجات عندهم اطفال بدي يسكتوهم بيفتحوا لهم. الطفل الصغير عاده ما بيحب يشوفه هو الاطفال، بيحب يشوف الاطفال شو عم يعملوا. هيك شو الداعي لوجود الكبار في الاطفال اذا الناس بدهم الاطفال؟ نعم هلا القناه هي مش فقط للاطفال، القناه هي قناه عائليه نعم. بالنتيجة فنحن عنا أطفال، عنا أكبر من الأطفال. بعض الأناشيد اللي نحن بنقدمها بتكون يعني مثلا عمري ما بعيدة، توبة يا بابا توبة، الله ما بحب الكذاب، لازم نحكي بسم الله، هاي كانت موجهة للأطفال. إذا قارنتها مع الأطفال فيها مشاهدات ضخمة بالملايين موجود في عليها يعني. لكن بالتأكيد مثلا أنا مفتون في هواك، أكيد الطفل اللي عمره خلينا نقول 5 سنوات مش حتطربوا هاي. بس اليوتيوب مطروح للكل يعني احنا صح. ما عم لكن ما حيفتحها يعني. انا الان ابني الصغير بيفتح، لما يفتح اليوتيوب شو بيفتح؟ لا يمكن يفتح انا مفتون في هواك او لاي منشد اخر انه اغنيه كبيره مهما كان جماليتها، بيفتح مثلا عيني واوا. عرفت كيف؟ بيحب هذا الشيء، بيحب الشيء القريب الى سنه، وهذا امر طبيعي في القناه، لازم تلبي رغبات كل الجمهور. وجود الكبار في الاطفال هو تلبية لرغبة فئة معينة من في اليوتيوب، وهي الفئة هي عم تشاهدها أصلا نعم. موجودة يعني سواء 100,000 200,000 لكن الأطفال الآن عم بيشاهدوا. وأمر آخر يعني الفئة هاي العمرية الأكبر عندها بتلاقيهم طلعوا لبرا، عندهم كرة، عندهم نادي، عندهم مشاركات، فمش دائما متواجدين في البيت وعم بيفتحوا. الآن النت متوفر عند كل البيوت يعني، فالطفل دائما موجود في البيت، فمن السهل انه يفتح اليوتيوب ويشوف اشياء للاطفال. طب هلا راح احكي عن اغنيه انا مفتون. انا اغنيه انا مفتون لم تقدم للاطفال نعم. انا مفتون في هواء قدمت للجيل الكبير اللي نعم. بيخاطبه موسى مصطفى نعم. اذا ما قارنا هاي الانشوده لموسى مصطفى يخاطب فيها الكبار، قارنا نجم اخر من خارج الوسط يغني للكبار، في فرق بالمشاهدات. شو السبب مثلا؟ يعني مثلا حمود الخضر نعم. قدم للكبار والأطفال يعني مش كثير، ولكن عنده نعم. يعني ملايين. شوف هي القاعدة اللي خلينا نقول السوشيال ميديا المبنية يعني الآن لو مثلا حمود الخضر قدم شيء للصغار وعنده قاعدة في السوشيال ميديا، قد يكون نسبة مشاهدته أكثر من الأطفال اللي نحن عم ننزلهم او اطفال اكثر من الاطفال عم بيقدموا. فما يعني ما بصير تبني هاي المقارنه. انت الان كم عندك بالفانز، كم عندك من المتابعين، هو هذا اللي بيحكم. لانه انا شخصيا انا دخلت مره على باليوتيوب على نجم اكثر نجم عالمي عنده مشاهدات نعم. فلقيت انه في 15 مليون مشاهده، قلت اشوف شو هذا اليوتيوب اللي منزله هو. فانا ضغطت عليه فهو شرب كاست مي ورجعها فقط لا غير. 15 مليون عنده مشاهدة. طب إيش هذا السبب؟ شو السبب؟ لأنه عنده قاعدة، هو باني أصلا قاعدة. قد يكون هناك يعني تسويق لإله، قد يكون هناك شاري لايكات، قد يعني هناك مجموعة من الأشياء ممكن تتحكم بهذا الأمر. تمام. هلأ بدنا أنا وياك بدنا نشوف فيديو حبيت أنه أعرضه نعم. فيديو من كرميش قلب مين، في كان كواليس لا هو فيديو فكاهي نوعا ما مش لا عادي طيب. لا تخاف عادي لسه هذا ترحيب يعني بدنا نشوفه احنا وياكم نرجع لكم خليكم معنا باي باي حسن تسمعوا بس تدخل بالمكان المناسب اوكي مش سمعت بالدقه طبعا الايقاع وانت بيت الأول
الأول والثاني. آخر الشارع وباكم جاي هلا انت بتكون جنبه وانتو تلفوا حواليه تركضوا تلعبوا تلعبوا حواليه ترسم امل ترسم احكي بتكتب وابتسامتنا وبترسم امل بضحكتنا الذكريات اللي حبيت انه الناس يشوفوها بكرميش قلبي مين. انت شفت كيف صوتك؟ بس كنت موهبه. كنت موهبه. عن جد انا من الناس. لا لا شوف انا لقطتك هيك قيم جد قيم. انت بتتذكر اول مره بايش؟ انا بتذكر بس انت ما بتتذكر. لا بتذكر طبعا. ايش كيف؟ كان في فيديو كليب قبله كان عن غزه. أيوة. كنا عم نصوره. وبعدها بعديها روحنا وكنا بالسياره وقلت لي انا بدي اسمعك صوتي وانشدت لي واش وقاه. مزبوط. في السيارة فأنا حطيتك في بالي إنه عبد القادر صوته حلو فكنا محتاجين يعني لما كنا محتاجين لأصوات يعني أنا مش نجم واسطة يعني خلي الناس كلها مش من النجوم الواسطة اللي بيدخلوا لا أنا نجم استحقيت هذا اللي سمعت صوتي أنت لا وعجبك لا زم أنت صغير كان صوتك حلو جد وأنا كبير طيب يعني بما أنك حكينا عن بداياتي بدي أحكي شوي عن بداياتك في معلومات وصلتني يعني أنا دخلت العالم وأنا حاب أدخله بس أنت يبدو عكس ذلك المعلومة بتحكي موسى وهو في البدايات كان لا يحب الغناء أحياناً وأبو راتب اللي هو أخوك أقحمك في هذا المجال فهل دخولك يعني نحكي صدفة كان ولا يعني كانت في أنا صغير كانت طموحاتي أخرى غير هيك غير هذا المجال تماماً بس أبو راتب شافني إنه يعني سمعني مرة عم بنشد أنشودة هيك فقال لي صوتك حلو تعال سمعني واحد اثنين ثلاثة أربعة فدخلني طبعا بالبداية كنت أنا مش فاهم يعني موضوع النشيد والفكرة والرسالة والكذا كان علي مهمة إنه يعني أنا ما كنتش بدي يعني أزعل أبو راتب مني إنه أطلع غني بالمهرجان طلعت غنيت سوي كذا سويت كذا بعديها بعد لما واحد كبر شوي صار يفهم موضوع هذا موضوع رسالة وهذا موضوع يعني بتتكلم عن يعني مواضيع قد تهم يعني تهم أو تهم تهم المجتمع الإنسانية وإلى طيب أنا هسه زي ما شفنا فيديو إلي وأنا صغير أنا بدي أهز لك فيديو عشان نشوف يعني نقيم نحكم أنا بدي أحكم والجمهور بدنا نشوف فيديو يعني نادر للأستاذ موسى مصطفى في الصغر خلنا نشوفه نرجع لكم يا ريحة ابني لي بيت المقدسي واخبرني
جيد لا بأس نحكي. آه كويس يعني. وأنت صغير. بطلع منه. والله أنا منه عشاق صوتك يعني عكبر. الله يسعدك. عصغر كنت جزء أغار منك ما أحكم. ليش أنت كنت موجود عصغر؟ آه كنت موجود. قديش كان عمرك؟ هون كان عمري أنا 10 سنوات. بلاش إذا في إحراج لي بضل. 11 سنة، قديش كان عمرك؟ قديش الفرق بيني وبينك؟ بيني وبينك. قديش عمرك الآن؟ أنا 20. 20؟ أنت ما كنت مولود أيام. لا واحد الله. والله ما كنت. طيب إذا انفاصل. طيب بدنا نكمل يعني مش عارف بدنا نكمل. آخر نقطة يعني ما حكيتها في موضوع الأطفال والكبار في قناة كراميش. مجدداً أو جديداً أو مؤخراً. مؤخراً. هون لازم تنتقي الألفاظ صح. عشان افهم السؤال. طيب مؤخرا في شغله عم بتصير، نجوم كراميش في اخر حفلاتهم عم بيطلعوا فقط الاطفال ويستثنى النجوم الكبار. نعم. السبب في ذلك يعني هاي سياسه اتبعتها قناه كراميش مؤخرا حسب الواقع المطروح الان. عم يعني عم بكون في جهات عم تطلب انه والله نحن في عنا حفله للاطفال فقط وحابين يكون الاطفال موجودين في يعني في هذا الحفل. فكانت هناك جلسه ايضا مع الجروب وبعد الاستشارات والمناقشات انه وجدنا انه يعني لا باس انه يخرج الاطفال فقط في بعض المهرجانات التي تعنى بالاطفال. نعم. طيب في موقف طريف حصل معك مع ابو راتب، موقف قاسي شوي انت ما عمرك حكيته، بدي اشوف ممكن تحكي لنا اليوم على المسرح صار بينك وبين ابو راتب في الصغر. في مواقف. الموقف اللي ايش وصل ولا ما وصل؟ ايش هو؟ مش يعني هي احكي عادي يعني اعطينا حصري للبرنامج. طب انت احكي ما دامك عارفه يعني. يا سيدي لا لا ما دامك عارفه يعني. عارف والله بس حابب تحكي انت. لا لا تفضل انت، انا مفوضك يعني. لا لا بالله لا لا ابدا والله انا بعرف يعني الخاتمه شو كانت. بس ايش الخاتمه؟ الخاتمه كانت ضربه يعني ولكن طيب. بدي اعرف القصه شو اللي صارت. ما في قصه اصبحي مباشرة يعني انا في لا مش مباشره انه في المهرجان انه كنا في مهرجان الانشوده في الجامعه الاردنيه وكان انا لازم اطلع اادي فقرتي. كم كان عمرك؟ 10 سنوات في هذا العمر تقريبا 10 سنوات او 12 سنه يعني او اقل حتى. طيب عرفت؟ فانه انا لازم اطلع ادي فقرتي فانا صرت انه يلا هلا بطلع يعني كان في تململ وكذا وهيك. فابو راتب من الناس الجديين في موضوع يعني لما يكون في مشروع معين لازم يقدمه او مهرجان او الى اخره بيكون حازم جدا في يعني تنفيذ هذا في هذا الامر. فلما يشوف واحد عم حتى الاطفال اللي كانوا موجودين على فكره كان في بجوز 60 طفل في هذا المهرجان، 60 طفل من الكورال من مدارس الاقصى. ف يعني ما في هواده كان مشان هيك الاطفال كانوا كلهم على المسرح صوت واحد حركه واحده مصدر. فانا ايش فتململ هيك فابو راتب يعني كثير انزعج مني لا انا هاي اللي جاي تحكيها شوي شوي عشان الجمهور يعني لحق يشوفها. ابو راتب كثير انزعج مني واعطاني لمسه من الحب والحنان. الله يخلي لك لمستك هي. انا يعني عيطت يوم على المسرح. لا لا ابدا بالعكس كملت. كملت والله كملت. ما بكيت ما. والله في كثير بتعرف مواقف. مره غنيت زي المسطره زي. مره في مهرجان من المهرجانات كان المطلوب مني انه اطلع، كان في بيجي اربع اشخاص بطلع فوقهم شخصين وانا بطلع فوق. شفتها. فمره من المرات طلعت وزحلقت من فوق للارض على قدام الجمهور. قدام الجمهور طبعا طجيت تقريبا مترين ثلاث هيك فطجيت على الارض لكن من الخجل على السريع طلعت كمان مره وكملت. اه موجوده على اليوتيوب. موجوده على اليوتيوب ممكن. لا مش عارف اذا موجوده او لا. طيب. ما بعرف. شو قصتك مع خل التفاح؟ خل التفاح هو من الاشياء اللي يعني في عليها احاديث كثير طبعا، والطب العربي والطب النبوي يعني وصى فيها كثير، يعني لها كثير فوائد خل التفاح. فدائما في شخص بنشتري منه انا والاستاذ وسيم، بنروح كل ما باجي عمان او قبل لما كنا هون كل شهر تقريبا بنروح بنشتري علبتين ثلاثه من هذا الشخص ونداوى. هو دواء، عباره عن دواء، وهو يعني مفيد جدا في موضوع في موضوعات كثير. يعني هلا نفتح نحن فقره طبيه في المواجهه يعني. طيب في موقف طريف بدنا نشوفه. يلا. انت تعصب بسرعه والله بنفعل بسرعه. بتنفعل بسرعه. في فيديو انا عدت لك اياه، يا رب ما تزعل مني اني اعرضه.
هذا والله هذا الوحيد اللي خايف منه. طيب توكل. فاحنا ايش قبل ما اعرضه شو السنه ما عرضته بلاش. لا لا بلاش، ما بعرف انا ايش هو الصراحه. خلينا يعني هو جوزي يزعلك شوي بس يعني والله اذا مش عارف يعني هو وين نازل ولا انت مصور. لا هو مش نازل. مش نازل مش نازل ويعني مش عارف نشوفه ولا كيف. لا بلاش اذا مش نازل بلاش. احنا نشوف اليوم بدنا نشوف موسى مصطفى بالمواجهه يعني نزله. طيب الشخصيه التي لا تخشى شيء. طيب خلينا نشوف احنا وياكم الفيديو ونرجع لكم. نعم انا على تواصل مع اللاجئين واقوم بدعم اي عمل يقف مع اللاجئين بحكم أني سفير البراءة والطفولة في المركز التعليمي لحقوق الإنسان في ألمانيا، ومؤخرا أقمت عدة احتفالات في ألمانيا. ما الإخوان اللاجئين؟ إذن بالله عليك بتحكي جد؟ استنى هون هسه أنا قطعت، اسمح لي أكمل نشوف الجمهور شو صار عشان ما أزعل. مع استشرتك مع دعسان. لا بلاش. طب يعني خلينا نشوف. خلينا لا نكمل. لا خلينا نكمل يا خلينا نكمل احنا وياكم نتابع الفيديو. انا على تواصل مع اللاجئين واقوم بدعم اي عمل يقف مع اللاجئين بحكم اني سفير البراءة والطفولة في المركز التعليمي لحقوق الانسان في ألمانيا، ومؤخرا اقمت عدة احتفالات في ألمانيا. ما الاخوان اللاجئين؟ يا زلمة بالله عليك بتحكي جد؟ مال اخواننا اللاجئين؟ يا زلمة اطلع برا يا زلمة. يا زلمة ليش هيك بتطر فنانة يا زلمة؟ خذه لبرا يا زلمة فيش وقت. يا زلمة ليش بتطر فنانة؟ يا زلمة شو هاد؟ ايش يعني؟ يعني ايش المشكلة؟ ايش اللي ايش ايش الكت اللي انت سويته؟ طيب نعرف بدون كت؟ لا طيب ايش الكت ايش في قطعه صارت؟ اه ليش عرفت شيء عشان ما تزعل مني والله شايف شو اني انا بحب. والله انك محترم بس هيك انت يعني كان خليتها عشان نورجي للناس حقيقه دعسان. طيب احكي لنا الموقف اللي صار يوم ما كنا بنصور. هي كان في تصوير لقناه الجزيره ومنحكي عن تواصلي مع اللاجئين وفي الغرب، وكان فعلا ما في وقت في يعني الحجز لازم ننهي الحجز يعني خله. فدخل دعسان هيك وكان موجود ودخل على الخط وبدي يتناغش يعني عرفت كيف، واني اقنعه انه يطلع ابدا. فهو طبعا انت الكت اللي عملته الصراحه دعسان هو جيد انك عملته يعني مشان ما يزعل دعسان يعني جد. هو اكل كم ضربه يعني؟ لا 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 مش منك من الخارج يعني. طيب اللي صار بس زياده على الشغله، انا بتذكر الموقف دعسان كان عندي جوا، احنا في كادر كان موجود وايش مصور ايش للجزيره، صباحي بدي افوت عليه يا زلمه ما بصير. الزلمه له يعني مبلش زمان بالموضوع وماخذها على سحبه واحده، اذا دخلت حيعيد من الاول، صباحي بدي افوت مش قادر. فاذ به يدخل ولم يخرج بسلام يعني. طيب بدنا نتابع المواضيع اللي عندنا. بدك تعطيني رأيك في كلمة أو كلمتين عن الأشخاص اللي راح أحكي لك عنهم. جاهز؟ في كل صراحة. خيري حاتم. خيري حاتم فنان فلسطيني عريق، بحب صوته جدا. هاي كلمتين هدول؟ هي بس بدك كلمتين. كلمتين. فنان أحبه. وسيم عواد. أخ عزيز أو أخ مقرب. مجاهد هشام. خلينا نقول الصديق الفني، لازم كلمتين بس يعني خذ راحتك يعني او بلاش احكي. بالنسبه لي فنان مجاهد هشام فنان واعد. تمام. ابو راتب. الاب. طيب راح نختم الفقره هاي في اخر شخص، ولكن معك انك تحكي في جمل طويله. عبد القادر صباحي. عبد القادر خذ راحتك في جمل وامدح براحتك، معنا وقت احنا. عبد القادر صباهي يعني فنان ممكن يكون له مستقبل. خذ راحتك معك جمل. لا ما شاء الله عليك يا صباهي يعني انت امدح بحب اللحظات. يعني اثبتت الجدارة في كثير من الاشياء يعني. انت اول ما دخلت قناة كراميش كفنان يعني كان لك جمهور معين في قناة كراميش،
لكن الآن أنت في قناة كراميش يعني أنت بتشتغل أكثر من شغلة بصراحة. يعني منها دخلت في عالم الإخراج ولا لا؟ دخلت في عالم الإخراج، في عالم المونتاج، في عالم الإعداد، وما شاء الله عليك، يعني أنا حاسك أنك عم تنطلق وبتتطور، وإن شاء الله يكون لك مستقبل كبير يعني إن شاء الله. يا رب الله يعني يسمع منك. طيب سؤال لإلك، في مجال الألحان في أنشودة يعني حسب ما وصلني لعمر العبد الله تم تقليدها لأنشودة لإلك في كرميش، حكينا عن إشي. هي أنا أصلاً ما بعرف إنها لعمر العبد الله، لكن الشخص اللي أعطاني إياها كان في عنا، هي إيش كانت لغزة يوميها؟ لغزة. نعم نعم، إحنا سجلناها لغزة. ممكن نحكي من الشخص وهذا اللي أعطاك؟ لا بلاش بلاش نحكي من الشخص. مش دعسان؟ لا لا، شخص يعني أعطانا إياه وحكى هذا اللحن كتير حلو، ممكن تسوى عليه أغنية لغزة بما أنكم محتاجين، يعني هو لحن يعني هيك تفاعلي وإلى آخره. فكتبنا عليها وقدمتها، بعدين فوجئنا أنه في اتصال أنه هاي الأغنية لعمر العبد الله، فغيرنا اللحن أصلاً بعد ما نزلت. بعد ما نزلت غيرنا اللحن وقدمناها بشكل آخر يعني. طيب النجم موسى مصطفى. نعم. النجم موسى مصطفى، أنت حجيت بدون تصريح، ليش؟ مش بدون تصريح، هي كان في إلنا زيارة للسعودية وكنا متواجدين هناك يعني في السعودية، أو الأصل لازم نكون متواجدين لظروف معينة، كان في عنا حفل هناك. نعم. لظروف معينة تم إلغاء الحفل بسبب يعني إشكاليات صارت، فنحن معنا في وقت الحج معنا فيزا، نحن موجودين في السعودية يعني، فكان القرار أنه تشاورنا أنه نطلع حج نكمل بما أنه إحنا موجودين، أو بما أنه نحن معنا فيزا للسعودية ونقدر ندخل الأراضي السعودية، وكان موسم الحج، فحولت نكسب هاي الفرصة ولا ما نكسبها، فكان أنه خلينا نتوكل على الله والله يسر علينا الحمد لله. طيب في نقطة بدي أحكي، بدي أسألك سؤال عنها، في شخص كثير يعني ألح علي في أني أذكر هاي النقطة، هو يعني مزعوج من النقطة هاي. موسى مصطفى في أغلب أناشيده، كليباته، طلعاته، حفلاته، بختار البلايز المخططة والبنزل منها حبلين وهذول، ليش؟ في أي حفلات؟ بشكل عام، يعني هيك إجاني السؤال أطرحه عليك زي ما هو. يعني بجوز هو. أنت عرفت مين ال؟ أنا عرفت مين الشخص، بس هو بجوز مخطئ يعني. أنا ورجيني الآن، من الآن إلى خلينا نقول من 3 سنوات سابقة، يعني فترة جيدة. نعم. ورجيني حفل في بلوزة مخططة ولا حبل. انت هيك ما عم تنكسني، انا عم بنقل شو عم بعرف، بس لا هذا الكلام غير مزبوط، مش هذا الكلام غير مزبوط، لا لا مش صح. طيب معنا اتصال. نعم. نحكي الو، السلام عليكم. الو، وعليكم السلام. مين معنا؟ وعليكم السلام. طيب ممكن تسمعينا من التليفون؟ سحر، تفضلي، شو مشاركتك؟ ممكن ممكن يكون عمره نجم بالقناة، ممكن يكون موسى. خلاص ان شاء الله احنا نطلب منه انه يكون نجم. معه بسأل لك اياه والله العمر، لانه هو امبراطور، يعني اكبر نجم في القناة عندنا، هو عندنا في القناة نجم. لا لا، هو أصدع عن عمر ابني. عمر فكرت تحكي. نعم. الامبراطور يكون نجم معنا في القناة. لا لا، عمر ابني أصدع. إن شاء الله بسأله يا سحر، واسطات هون بتبلش الواسطات. بسأله إذا وافق خلاص بندخله إن شاء الله. لا مش أنا صار مش مزبوط، أنت حكيت بيروح للجنة الفنية وبيروح بس أول شيء بسأله هو، أو لازم هو أول شيء يوافق عمر. إذا وافق عمر بعدين. أيوة. نطرح الموضوع. طيب معنا الاتصال ولا راح؟ طيب بدي انتقل لاخر موضوع يعني يبدو اثار جدل. موسى مصطفى اول شخص ادخل الموسيقى الى الوسط الانشاد، ربما الناس جزء ما بيعرفوها، اول شخص ادخل الموسيقى لمجال الانشاد موسى مصطفى، هل هي يعني بنحكي عملتها كحركه بتجيب لك شهره، بتجيب لك انه انت جريء، بتجيب لك شو سبب الحركه هاي يعني انك دخلت الموسيقى؟ شوف عبود، إدخالي للموسيقى ليس ثورة على عالم الإنشاد، هاي أول قضية. نعم. ثاني إشي، الرأي الفقهي والرأي الشرعي واضح في موضوع الموسيقى، مش بس على فكرة أنا ما أدخلت فقط الموسيقى، الموسيقى والغزل كمان،
والرأي الفقهي واضح في قضية الموسيقى وواضح في قضية الغزل، وأنا أبدا ما خرجت عن الرأي الفقهي فيما قدمت. ويبقى الموضوع الموسيقى يعني هي يعني أجا بعد استشارة مجموعة من العلماء اللي أنا بثق في دينهم وبثق في رأيهم الفقهي. نعم. وبالنسبة لموضوع الغزل كمان ما تجاوزت الشرع، يعني الإمام الشافعي قال الشعر في أصله كلام، والكلام في أصله مباح. نعم. وقال أيضا الكلام أو الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، وأنا أبدا ما تجاوزت هاي القاعدة في الشيء اللي طرحته. هون اجت بعد ما طرحت موضوع الموسيقى اجت ثوره من الانتقادات في بدايه طبيعي. الموضوع من كل طبيعي هل... شيء جديد شيء نعم. جديد انت الان يعني ادخل اي شيء الان انا اجيب لوجو جديد وحطه في قناه كراميش راح تشوف موجه من المؤيدين موجه من المعارضين اي شيء جديد انت بتقدمه راح تشوف انه هناك في اراء حول هذا الموضوع لكن إذا كان جيد هذا الأمر وإذا كان أثبت جدارته وأثبت قوته بيستمر لكن إذا ما أثبت جدارته وكان مش كتير هذا رح يتلاشى وينتهي وهذا اللي صار فعلا أدخلت موضوع الموسيقى لاقتناعي إنها شيء جميل ممكن يعني يضيف قوة إلى ما نقدم فبالعكس الحمد لله الآن حتى في يعني أيامها لما دخلت الموسيقى كتير من المنشدين كانوا من أوائل المنتقدين لا إلي الآن هم من 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 أهم الناس اللي عم بيستخدموا الموسيقى في موضوع الأناشيد وكانوا هم عندهم انتقادات لاذعة كانت في النسبة لي لو رجع فيك الزمن بعد ما شهدت ثورة الانتقادات اللي اجتك لو رجع فيك الزمن بترجع دخل بالتأكيد الموسيقى. بالتأكيد لأنه هي بالنسبة لي هي يعني أنا شخصيتي إنه دائما بحب إنه أقدم شيء غير موجود شيء جديد أضيف شيء جديد للفن اللي أنا عم بقدمه لأنه حسيت حالي في فترة من الفترات أنه أنا إذا ما قدمت شيء جديد أنا كوبي نعم. عن غيري فقدمت الموسيقى وقدمت مواضيع جديدة ما كانت تطرح أصلا قبل يعني في كثير من المواضيع دخلتها في خلينا نقول الأغنية الملتزمة ما كانت موجودة مش مطروحة نعم. طيب نقطتين أخيرات ماليش أنا نقاط الأخيرة والله لا ولا يهمك كل الموجودين العكس. بعض المخرجين عم بيحكوا انه التعامل مع موسى مصطفى اثناء تصوير الكليبات صعب جدا حيث انه يدقق في كل صغيره وكبيره يعني بالعكس هذا يعني مش شيء سلبي شيء انك عم بتعيد شيء كل لقطه بدك تشوفها وكل لقطه بدك تحضرها والله اذا المخرج كان مش على هذا القدر يعني الاصل انه انا ما اتدخل لكن انا اذا شفت المخرج انه في مشاكل يعني الاضاءه مش صح الكادر اللي اخده مش صح شكلي انا مطلع لي اياه مش صح يعني بكون هو العيب فيه مش فيه فأنا بضطر إنه أقول له لو سمحت هذا الأمر غلط هذا الأمر غلط لكن إذا هو يعني أنا بصور كتير مع مثلا مجاهد هشام غالبا مجاهد هشام ما أبدا ما يعني بالعكس مجاهد بيجي بورجيني كيف هاي أمور تمام ممتازة 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 90% من اللي بصور لي مجاهد ما بتدخل فيه أصلا بعض الأشياء الصغيرة اللي أنا مش عاجبتني شكلي فيها حسب أنت ثقتك بالمخرج نحكي مش ثقتي أول شيء صار هناك في خلينا نقول بيني وبين مجاهد كتصوير عشرة عمر يعني فاهم هو إيش عم بيصور هو فاهم إيش بدي أنا فهي أخذ من هذا لكن بشكل عام إذا كان الشغل ماشي صح ليش أنا أتدخل فيه ما بتدخل فيه وإذا إذا بالعكس أنا يعني للآن يعني حتى المخرجين اللي بيشتكوا إنه موسى بتدخل في كل شيء بحبوا يتعاملوا معي لأنه بالنتيجة بتطلع النتيجة حلوة وهذا هو بيهمه للمخرج يعني المخرج أكيد هو مش كثير بهمه انه لما يطلع الفيديو كليب يقولوا الله شو هذا الفيديو كليب هذا مش حلو بالعكس بهمه انه يكون الفيديو كليب حلو فانا لما اكون ادقق هذا يعني بيفيده له للمخرج طيب الى متى سيستمر النجم موسى مصطفى بالنشيد وفي الغناء الى متى ليقضي الله امرا كان مفعولا ما في يعني انت مو حاط انه ما مو حاطط سقف يعني الى ان اشعر انه بطلت استطيع انه اقدم شيء في هذا العالم طيب ختاما رايك في الحلقه اليوم يعني أنت ودود جداً كنت معي الله العظيم أنا كثير اليوم الله يعطيك العافية صباحي أنا بتعرف الحلقات الماضية كان عندي انتقادات كثيرة إنه ندخل في بعض الأشياء الخصوصية أنا بعدت اليوم ترى موجود عندي في الإعداد نعم. فمش جيد مش جيد يعني بس إنه نسأل في مواضيع ما نسألت وفيها مساحة يعني فيها أريحية في والجمهور بحب يعني يعرف عجبتك اليوم أنا لا تمام اليوم حلقة جيدة تشرفت فيك والله الله يكرمك وأشكرك على أنك لبيت الدعوة اليوم الله يسلمك يا كانت حلقة رائعة
احنا اعزائي المشاهدين راح نختم معاكم، ولكن يعني راح نختم في انشوده منك، وبعديها بدنا نودعكم الى حلقه قادمه في الاسبوع الجاي نسمع انشوده ختاميه منك. قالوا لنا حان الوداع، حان الفراق مع الضياع، من بعد ما كانت لنا قناة بها أحلى اجتماع، هل بعد هذا نفترق؟ لا لا لن نفترق، هل بعد هذا نبتعد؟ لا لا لن نبتعد.